السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة معا رشاد. أولا أود أن أتطرق لموضوعين. الموضوع الأول وهو العصيان المدني، وثانيا الحوار الوطني. أولا، سمعنا في الجمعة 24 الموافقة ل 2 أوت 2019 الحراك يطلب بالتصعيد، وخاصة باستعمال وسائل العصيان المدني. أولا، ما هو العصيان المدني؟ العصيان المدني يختلف عن الإضراب. الإضراب حق يكفله الدستور والقانون لكل موظف أو عامل، له الحق أن يتوقف عن العمل ليحتج حول ظروفه أو حتى على السياسات المنتهجة من طرف النظام. في المقابل، العصيان المدني هو قانون سائر المفعول، ولكن الجزائريين يرون فيه أنه قانون غير عادل، أنه قانون مجحف متعسف، فلا يقبلون به، ويرون أن من الأساليب للتنديد بهذا القانون هو باستعمال أساليب العصيان المدني. العصيان المدني يمكن أن نعطي مثال. مثلا، أن الجزائريين غير راضين وما قابلينش باعتقال المجاهد الأخضر بورقعة، فمن الأساليب العصيان المدني أنهم يذهبون بالآلاف إلى السجن الذي هو فيه المجاهد الأخضر بورقعة، ويقولوا للسلطات احنا ما نروحوش من هذا السجن، ولن سوف يستمر الاحتجاج ديالنا حتى يطلق سراحه. أمثلة أيضا عبر العالم، مثلا في الهند مسيرة الملح المعروفة لغاندي، حيث القانون كان يعطي الاحتكار لشركة بريطانية في صناعة الملح، واحتج غاندي ضد هذا القانون، وقرر هو وزملائه، كانوا تقريبا 80 في البداية، ولما وصل إلى البحر كانوا عشرات إن لم نقل مئات الآلاف، ليصنعون الملح بأنفسهم. أمثلة أخرى في أمريكا الشمالية، مثل الزنوج الذين قرروا ضد القانون الذي كان لا يسمح لهم أنهم مثلا يروحوا المطعم فيه البيض، ويقررون أن يمكثون هناك، وكان البيض كانوا يجيوا يعنفوهم، يستحلوهم في الأرض، يضربوهم، وبالرغم من هذا كان من التدريبات ديالهم أنهم لا يتجاوبون بالعنف في تلك الجلسات. هذا ما يؤدي بي إلى القول أن العصيان المدني يجب تدريبات. العصيان المدني ماشي غير الرواح ودير العصيان المدني، لازم فيه تخطيط، يجب فيه البرمجة إليه، التدريب حقيقة، لأن الزنوج مثلا، لأعطي مثل ثاني حول الزنوج، أنهم كانوا فوج مثلا يقعد في كرسي، ويجي فوج آخر من الزنوج يستحلوهم، يضربوهم، يسبوهم، وكان الفوج اللي كان جالس ما خاصوش ينجر تحت هذه الاستفزازات. فالشيء حقيقة كان فيه تدريب، وكان فيه تخطيط قبل أن يذهبون إلى المطاعم للقيام بالعصيان المدني. فمرة أخرى، يجب علينا أن نكون حذرين في العصيان المدني. وبعض الناس كانوا سألونا ما هو موقف حركة رشاد من العصيان المدني. أولا، حركة رشاد من الآونة الأولى، يعني منذ 12 سنة منذ تأسيسها، درنا فيديوهات حول العصيان المدني، حول لا عنف بصورة إجمالية، فليس لدينا عقدة بالنسبة لهذا، ولكن نرى أن في الآونة هذه
ليس لنا أن نطلب به، فعلى الحراك أن يطلب به ويرى الوقت المناسب لتجسيده في الأرض الواقع. ففي حركة رشاد بطبيعة الحال سوف نرافقه ونواكبه، ولكن لا ندعو إليه. أظن أن شخصيا أن في الأشهر المقبلة من الأحسن أن يكون فيه إضرابات في قطاعات محددة، خاصة في الموانئ أو في البترول أو الغاز، تكون يوم يومين 3 أيام ثم يتم التصعيد، ونشوف إذا كان فيه إمكانية أو استجابة من طرف الحراك للذهاب أبعد من الإضرابات والخوض في العصيان المدني. فأظن أن الأمور يجب أن تكون تدريجية، خاصة وأن الفترات الانتقالية من الدكتاتورية إلى الديمقراطية قد تكون فترتها زمنها يتفاوت حقيقة عبر التجارب، ولكن في المعدل تكون حول بين 4 إلى 5 سنوات في المعدل. فلا أظن أنه من الأحسن أن نخوض في إضرابات ونشوف من بعد إذا كان العصيان المدني هو أحوج إلينا في الظروف اللي راها جاية. النقطة الثانية وهي الحوار الوطني. الحوار الوطني شفنا أن اللجنة اللي من المفروض كانت متكونة من 13 شخص الآن راها متكونة من 4 أشخاص فقط، بعد انسحاب الأستاذ لالماس والأستاذ بن عيسى وهم مشكورين. حتى كريم يونس الذي يترأس اللجنة كان يستقيل، ولكن تراجع عن هذا القرار للأسف. ونحن في حركة رشاد حقيقة نرى أن هذه اللجنة فيها عدة نقائص. أولا لا تمثل الحراك، فليس من المعقول أن الشباب اللي هو محرك هذا الحراك لا يمثله ولا شاب في هذه اللجنة. ثانيا الناس اللي يكونوها كانوا في النظام نفسه، واحد كان رئيس المجلس الشعبي، الزوج كان في الثلث الرئاسي، وأستاذة هي اللي طرزت لنا الدساتير السابقة. فبطبيعة الحال هذا الحراك لا يقبل من بهذه اللجنة، من المستحيلات السبع أن يتقبلها. فمن الآونة الأولى احنا في حركة رشاد دعينا إلى حوار شامل وبدون إقصاء، وبطبيعة الحال أيضا أن هذا الحوار يكون له شروط. فمن غير المعقول اليوم أن شباب يتم اعتقالهم لأنهم انتقدوا النظام في الفيسبوك، ولا الناس راهم يديهم الحباس لأنهم رفعوا الراية تاع الأمازيغ، إلى آخره إلى آخره. فيجب علينا أن تكون فيه شروط مسبقة، وهذه الشروط لا يمكن أن تلبى إلا بإرادة فعلية لقادة الجيش، ولكن للأسف نشوف أن قادة الجيش لا يستجيبون إلى مطالب الشعبية، بالعكس التطويق الأمني يزداد جمعة بعد الأخرى، الحواجز الأمنية تكثر، الاعتقالات تكثر. فللأسف نرى أن القايد صالح متعنف، لا يستجيب لأدنى المطالب الشعبية، بالرغم من أن الجزائر تمر بأزمة حادة منذ 22 فبراير 2019. فبعض الناس يقول لك بصح هذا الحوار ولجنة الحوار كيفاش نديروها إلى آخره. إذا كانت فيه إرادة لقادة الجيش هذا شيء سهل، كاين وجوه معروفة بمصداقيتها بنزاهتها، متقبلة عند الجميع، أو ماشي عند الجميع ولكن عند أغلب الناس. فإذا كانت فيه إرادة فعلية فيمكن لقادة الجيش أن يديروا هذه لجنة الحوار التي مرة أخرى لا تقصي أحدا، كانوا جزائريين في الداخل أو الخارج. وهذا نقولها يعني في صالح الجيش نفسه،
اليوم نشوف أن جنرالات مثلا من الزار ولا بالقصير راهم متواجدين في بلدان أجنبية، ونعرفوا بلي واحد اللي يكون عنده رتبة الجنرال عنده معلومات حساسة حول البلد. ف واش يمنع بلد أن يبتز هؤلاء الجنرالات اللي يكون باش يديروا باش يديوا معلومات حساسة حول الأمن الوطني؟ فمرة أخرى طاولة الحوار أصبح ملح وفي أقرب الآجال لتفادي الجزائر أزمة مثل هذا الفرار تاع الجنرالات بأسرار دولة، هذا غير مقبول. ناهيك عن الصراعات اللي راها بيناتهم، وناهيك إذا تعفنت الأمور وهذه الجنرالات أصبحوا عفوا متابعين من طرف الجزائر، ولا حتى من الجزائريين إذا تعفنت الأمور، حتى شفنا أن جنرالات يشتمون ويسبون. ما خصناش نوصل لهذه المرحلة، خصنا نوصل إلى حوار فيه تفاوض حول دور الجيش في الجزائر الغد، وقلناها وبدون أي تردد، ونعود نقولوها، إذا كان فيه تفاوض مع الجيش حتى الأمور حول حماية أو إعطاء مناعة للجنرالات، هذا يجب أن يطرح على الطاولة. هذا ما عندناش إشكال معه، إذا كان همنا الوحيد هو أن البلاد تسلك من هذه الأزمة، ما عندناش إشكال. إذا كان فيه الجزائريين قابلين بهذا الشيء، وأنه لجنة الحوار قابلة بهذا الشيء، ما عندناش إشكال. فمرة أخرى الأمر أصبح ملح على عدة مستويات، أكان كما قلت حول الأمن الوطني، ولكن حتى الشهور المقبلة، حيث أن الأزمة الاقتصادية تلوح على الأفق. فلا أظن أن الجيش بتدريبه وفلسفته وتفكيره أنه بإمكانه أن يحل الأزمة الاقتصادية بالجزائر، فمن الأحسن ومن من العقل أن يسلم الأمور في أقرب الآجال إلى من يمثل الشعب، للذهاب بالجزائر إلى بر الأمان. فمرة أخرى هناك عدة أسباب في فائدة الشعب، وأيضا وخاصة في فائدة قادة الجيش، أن نذهب إلى هذا الحوار الوطني مرة أخرى بدون إقصاء، ويكون شامل، بحيث كل الأفكار وكل المشارب الفكرية تمثل فيها هذا الحوار، أيضا كل الفئات، أكان من الأطباء، الأساتذة، الطلبة، إلى آخره. فمرة أخرى هذا شيء ملح، وأنصح من هذا المنبر قادة الجيش، إذا كان قائد صالح اليوم متعنف وماشي راه باغي يروح لهذه الحلول، يجب فعل يجب واحد يديه يرجعوا لروترات ويقبض الجيش الناس عقلاء اللي يفكروا، الناس اللي قاريين، الناس اللي يحبوا الخير للبلاد. ما مش يعني ماشي من العقل انه نخليه القايد صالح اللي راه دينا للحيط. هذا القايد صالح اليوم هو الرئيس الفعلي، يعني راه يتناقض حتى مع رئيس الدولة، ويقول لك حنا راح نطبق الدستور. الدستور يقول لك رئيس الدولة هو اللي يعطي الأوامر للقائد صالح، يعني حتى إذا سلمنا أن بن صالح له أي شرعية، يعني منذ 9 جويلية الدور تاعه انتهى. ولكن نشوف أن الأمور راهم رايحين للحيط، هذا التعنت غادي يروح للبلاد، راح بالبلاد للحيط. فحقيقة ندائي للعقلاء في الجيش أن يأخذوا بزمام الأمور، أن يسلموا السلطة الفعلية للشعب، وأن نخرج تدريجيا الجزائر من الأزمة الحالية، والتي سوف تزداد أزمة في الأشهر المقبلة بالأزمة الاقتصادية التي سوف تعيشها في غضون سنة أو سنتين. ف
شكرا على المتابعة، وإلى لقاء آخر من معا رشاد، والسلام عليكم.